أثنى برونو فرنانديز نجم وسط منتخب البرتغال على زميله كريستيانو رونالدو بعدما نال هدفه في مرمى تركيا تفاعلا كبيرا. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ساهم في فوز البرتغال على تركيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024 بعدما صنع الهدف الثالث لبرونو فرنانديز حيث انفرد الدوم بالمرمى، لكنه فضل تمرير الكرة إلى بيرنو ليضعها الأخير بكل سهولة في الشباك. بيرنو فرنانديز قال في خلال تصريحاته لقناة سبورت تي في البرتغالية: جميعنا نحب أن نسجل الأهداف، ولكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية لنا الآن. وأضاف: رونالدو أفضل الهدف لدينا، وفي كرة القدم لم يكن أنانيا، فهو يظهر المعنى الذي لدينا في الفوز بالمباريات وليس تسجيل الأهداف. فرنانديز أنهى حديثه قائلا: ليس غريبا على كريستيانو رونالدو أن يعطيني أسيست، فهو ملك كرة القدم وأسطورتها.